السلام عليكم خوتي اخواتاتي، ومرحبا بكم معنا في حلقه ثانيه من سلسله الافلام الوثائقيه لحضاره الفايكينغ. عرفت انني تاخرت عليكم بزاف شي عراقيل، والحمد لله قدرنا نتجاوزهم، وهاد المره رجعنا باش نكملوا تتمه ديال الحلقات ديالنا. مرحبا بكم معنا وخليكم معنا حتى الاخر. تعتبر ميثولوجيا الفايكينغ من أكثر المعتقدات إثارة عبر العصور وأثرت في مجالات الفنون والخيال، وكان مصدر إلهام للعديد من المؤلفين والمنتجين والموسيقيين والرسامين وغيرها من الفنون، وتنتجت العديد من الأفلام والكتب كتهضر عليها بحال ثلاثية تولكين سيد الخواتيم والسلسلة ديال القصص المصورة البطل الخارق ثور اللي كتصدرها مارفل كوميكس، وتكتبت العديد من الأغاني على هذه الميثولوجيا، وحتى في مجال الألعاب بحال لعبة وورلد أوف كرافت حتى لعبة إلى الحرب جود أوف وور. كان الدين ديال الفايكينغ قبل المسيحية مشابه مع الدين اللي كان عند القبائل الألمانية، حيث كانوا كيقدسوا عدد كبير ديال الآلهة بحال أودين رب الأرباب، إلى الحرب والحكمة والموت، وزعيم الآلهة النرويجية ثور إلى الرعد، وتالر إلى الضوء، وكذلك إلهة الجميلة فريا اللي كانت كتدخل المعارك باش تختار المقاتلين، وكذلك إلى التزلج السكادي اللي ارتبطت بالانتقام، بالإضافة ليورتوفري وآيدن ولوكي والعديد من الآلهة الأخرى. كانت كتسمى الجنة عند فايكينغ فالهالا، وكان كيعتقدوا المحاربين بأنهم إلى ماتوا بشكل بطولي غيسكنوا مع أودين رب الأرباب في فالهالا في القصر ديالو في عالم الآلهة، وباللي غيستعدوا مع باقي الآلهة باش يواجهوا مجموعة كبيرة ديال العمالقة الأشرار تحت القيادة ديال لوكي. كانت الديانة النوردية كتتبع هيكل وتسلسل هرمي، وكانوا كيعتمدوا فيه غير على الروايات، ما كانش عندهم واحد الدين اللي مكتوب، كانوا كيتناقلوا الميثولوجيا غير شفهية، وما كانوش كيمارسوا الطقوس الدينية ديالهم في المعابد، كانوا كيمارسوها في بلايص مقدسة عندهم بحال البساتين وضفاف الأنهار. وكان المكتب الكهنوتي واحد من أشرف المنازل اللي كتكرم بها الملوك، وكان الكاهن كيقدم القربان والهدايا سواء كانت أشياء حيوان ولا بشر. حلقة المجتمعات في جميع البلايص وكاع العصور، كان مجتمع الفايكينغ كينقسم ثلاثة ديال الطبقات. كاينه الطبقة الأولى اللي معروفة ديال النبلاء اللي هما الملوك والأسياد والأثرياء، والطبقة الثانية ديال الأحرار من المزارعين والتجار والموظفين ديال الدولة، وكتبقى الطبقة الثالثة اللي مجموعة فيهم غير العبيد. الرجل هو سيد العائلة عند الفايكينغ، لكن حتى المرأة كان عندها حقوق كثيرة، بحيث اعتاد أثرياء ديال الفايكينغ الزواج بأكثر من وحدة، هادشي اللي خلاهم يتكاثروا ويتزادوا بنسبة كبيرة، ونتج على هذا تزايد ديالهم والخروج من بلاد اسكندنافيا للعالم الخارجي. الفايكينغ كانوا كيدفنوا الموتى ديالهم في سفن اعتقادا منهم بلي غتاخذهم الارض الاموات، وكانوا كيدفنوا مع الميت كلشي، الكلاب ديالو والعبيد وحتى الجاريات ديالو بعض المرات، وكيحرقوا السفينة في البحر. وفي داكشي اللي كيتعلق بالقانون، الفايكين ما كانش عندهم واحد القانون اللي مكتوب، ولكن مازال القانون ديالهم حتى دابا جاري بالعمل في البلدان اللي كتدوي اللغه الانجليزيه، حيث الكلمه ديال لو كتعني قانون هي كلمه لشعب الفايكين. كانت كل منطقه كتعلق فيها لوائح ديال القوانين، وكانوا ملزومين باش يحضروا الاجتماع سميتو الحدث والمساله، تما كانوا كيتحلوا النزاعات وجميع المسائل القانونيه، وكانت عنده أهمية كبيرة، وكان يقدر يبقى الأيام وكيديروا فيه المهرجانات والأسواق، وكان حتى النساء مسموح لهم باش يحضروا لهذا الاجتماعات.